شددت وزارة الصحة على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات والتعليمات الصحية للتصدي لفيروس كورونا، حيث أكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. أكدت أهمية التزام كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين بتنفيذ أقصى درجات الانضباط والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في النجاح بمواجهة الفيروس في ظل أي تراخ أو استهتار قد يعرض المجتمع للخطر. وقالت الدكتورة الهاجري إن المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق كل أفراد المجتمع، مشددة على أهمية استشعار خطر عدم الالتزام الذي قد يؤدي إلى تزايد أعداد الحالات القائمة للفيروس، داعية الجميع إلى المواصلة بحذر للحفاظ على استمرارية نجاح الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار الفيروس، حيث أن مملكة البحرين قدمت أنموذجا رائدا للمواجهة الفعالة للجائحة على أسس مدروسة ودقيقة ما أكسبها إشادات دولية واسعة.